اعوذ بالله من الشر الرجيم. اخويا واش انا كنغني على شعوذة كنجيب لك شي حاجة؟ انا ما شي ما عنديش معاه وما كنحملش هذا كاع اللي دير الشعوذة ما نتعاملش معاه انا كاع نهائيا. حنا كنديروا اخويا الموسيقى والموسيقى هي اللي خدام فيها حاليا. ما الشعوذة غير هادشي هذا خصو يزولوه المغاربة من عقلهم كاع. حنا خصنا راه كاين الله تبارك وتعالى، ما كاينش شي حاجة الا ما كتبها لك الله راه ما غاديش توصلك. واخا تمشي تجري وتعطي المناير الا ما بغالك الله حاجه راه ما غتوصلكش. هذا هو اللي الناس خصهم. الشعوذه هي وهم، كتوهم راسك بابي انت راه هذيك الشيء هذا كيجيك من ديك الطريقه الشعوذه. هو راه ما كاين والو، هذاك امتحان كيعطي لك الله، كيعطيك شي حاجه ومن بعد كيشوفك شنو غادي دير. كتزيد في ديك العميه ديالك كيخليك زايد في العميه ديالك، ولكن غدا اليوم الحساب العقاب غتحاسب على داك الشيء اللي كدير. انت كناويت موسيقى والغريب سبحان الله العظيم كيجيو موسيقيين من العالم، الجازمان كيديروا بلوز، كيديروا الجاز، كيديروا الروك، كيديروا اي حاجه، ولكن ملي كيسمعوا التكناويت كيشوفوا شي موسيقى اللي ما عمرهم سمعوها في حياتهم، وكتدخل معاهم بواحد السرعه كبيره وكيلعبوا معاها بواحد السرعه كبيره. وهذا الشيء هذا دليل راه فنانة كبار الحمد لله اللي لعبت معاهم وكان واحد الشيء جميل وهكا الموسيقى ديال التكناويت ما كانش معروفه. التكناويت كانت محدوده عند الناس في واحد البيوت مخصصه، ولكن دابا الحمد لله التكناويت ولا كل شيء كيغني التكناويت. الدري الصغير، البنت، المراه، تمشي في ميريكان، مشينا لميريكان جبرنا المغاربه جاوا بواحد القوه ما تصورش على بالك بحال اللي راني كاين في المغرب. هذا دليل اللي هو الناس كتحب التكناويت. وباش توصل الاجانب كيخص يكونوا الات كما الشاب خالد كان الريكيز غنى غير بالقلال وبالبندير، دخلوا تحسينات ها كيتار ها بيانو ها اورك هذا الى اخره، ولات عالميه. الري دابا عالمي، شاب خالد عالمي ولا ماشي عالمي؟ اذا بالخدمه وبالقوه ديالو اللي دار باش عطى العالميه لراسو. اذا حتى حنا كنكافحوا، ما وصلناش حنا لهذ العالميه ولكن حنا كنكافحوا عليها. والعربون ديال الشيء الحمد لله الدوسي تقبل في لونيسكو وغادي تسكنوا بواحد السرعه والحمد لله الشباب حافظين.